حتى للتسعة متاع الصباح. نهاركم زين، نهاركم مبروك. هوني مباشر من فندق اللايكو وين اليوم يتم تقديم اليوكاف والبرنامج الدعم، دعم المؤسسات الاقتصادية التونسية بقيمة 2.5 مليار باوند، يعني ما يقارب 10 مليار دينار. اي نعم 10 مليار دينار، ما نسبسين نغلطوا بالمليمتر دينار. اعتمادات متوفرة، مش معناتها باش يستعملوها الكل، ما علينا كان نمشي ونجيبوها الكل، معناتها اليوم متوفرة للدعم للتمويل للضمان، معناتها القروض البنكية إلى آخره. هذا الكل حكينا عليه قبليك مع رئيس غرفة التجارة التونسية البريطانية، مع سفيرة بريطانيا بتونس إلى آخره. حضر معنا الآن السيد عباس سالمي، رئيس مدير عام الفيبا الفورين انفستمنت بروموشن ايجنسي بتاع تونس. صباح النور. صباح الخير. سوا سي غاغ وين يقولوها بالاكرونيم الانجليزي هكا. اي لا مي في با هي بالانجليزي. اي بس ما يعرفوش خاطر تتق هكا. اما هي على باز شوف ملي تولدت متوجهه للعالميه وللغه الانجليزيه. صحيح. شكرا سي وسيم، شكرا على الاستضافه. شكرا لك قبولك دعوتنا اليوم الصباح. سي عباس، شنو هو الاهتمام اللي تشوفه في يوكاف وفي البرنامج بالتحديد هذايا والدعم المالي الموجود؟ لانه نحكيه بالطبيعه على الشركات المؤسسات التونسيه دونك، ولكن فما اهتمام على زاد الاستقطاب مستثمرين. فوالا هذا هو في مشاريع خاصه مثلا في الطاقات المتجدده وين هما ابطال كما كان يقول معناتها قبيلك جاد مرابط الى اخره. شكرا سي وسيم. في البدايه نحب نذكر انه السوق البريطانيه تعتبر سوق هامه بالنسبه لنا احنا في مجال جلب الاستثمار. تعرفوا انه المملكه المتحده من اهم المستثمرين على المستوى العالمي، واحنا عندنا شركات بريطانيه استثمرت في تونس وناجحه. بطبيعه الحال العدد عندنا اكثر من 90 شركه مستثمره في تونس، تقريبا ثلثين في الصناعات والمعمليه وال المتبقين معنا في قطاعات أخرى كقطاع السياحة وقطاع الفلاحة والصناعات الغذائية. قطاع الشركات البريطانية استثمرت في تونس وراهنت على السوق التونسية وتمكنت من تحقيق نجاحات كبيرة. بطبيعة الحال احنا الطموحات متاعنا أكبر، وهذاك علاش احنا مركزين في إطار نشاطنا وخاصة عبر مكتبنا في لندن، لأنه عندنا مكتب منذ سنوات في لندن ونعتبره أنه يلزمنا نتموقعوا في بريطانيا لاستقطاب مزيد من الاستثمارات. بطبيعة الحال الخبر هذا خبر جيد، لأنه يساهم، تعرفوا أنه أهم عنصر في الاستثمار هو التمويل، واللي يمثل عائق بطبيعة الحال سواء للشركات التونسية اللي تحب تصدر معناها للسوق البريطانية وإلا الشركات البريطانية اللي ترغب في الاستثمار في تونس. ونعتبر انه خط التمويل هذا وخط الدعم اللي هو موجه للمؤسسات التونسيه والمؤسسات البريطانيه باش يمكن يفتح افاق جديده لتطوير الاستثمارات البريطانيه، وخاصه في السنوات الاخيره على ضوء خروج المملكه المتحده من اوروبا البريكزيت يوفر فرص. شفنا اهتمام اكبر من الجانب البريطاني بتونس، شفنا تكثيف معناها التبادل ما بين البلدين، وثم اهتمام من شركات تونسيه للتعامل مع السوق البريطانيه، وذكرنا خاصه في مجال زيت الزيتون في قطاعات اخرى. لكن احنا نحبوا نركزوا خاصه على القطاعات اللي فيها قيمه مضافه عاليه. نعرفوا انه ثم شركات بريطانيه استثمرت في مجال صناعات الالكترونيك خاصه في الهاي تيك. تعرفوا انه بريطانيا من اهم معناها عندها رصيد كبير في التكنولوجيا، واحنا بطبيعه الحال مركزين في الانشطه نتاعنا. بالنسبه للقطاعات يمكن اللي مركزين عليها هو بطبيعه الحال الصناعات الكهربائيه والالكترونيك، فما كذلك فرص واعده في قطاع النسيج خاصه النسيج التقني، وهناك برنامج الان دعم من بتمويل من الجانب البريطاني لمساعده معناها لتشجيع الشركات البريطانيه للاستثمار في تونس، متواصل مع مركز النهوض بالصادرات منذ سنتين. بطبيعه الحال هناك الطاقات المتجدده، هناك الخدمات ذات القيمه المضافه. تعرفوا انه اهميه بريطانيا خاصه في المجال الخدمات البنكيه والقطاع المصرفي. فالحقيقه الشركات التونسيه مدعوه لاستغلال الفرصة هذه المتاحه. 10 مليار دينار او 2.5 مليار جنيه استرليني هي فرصه هامه، لكن يلزم تقديم مشاريع اللي هي تمكن معناها من الحصول على التمويل هذا وتكون معناها مؤهله للتمتع بالخط التمويل هذا.
اليوم كما قلت معناتها البوتنسيال اليوم الصباح حكينا برشا على زيت الزيتون مهم ياسر احنا ابطال في العالم في زيت الزيتون ولكن باهي كي حكيت على قطاعات اخرى لانه نلوجوا قبليك من اكثر التفاعلات عباد ما تحكيوا على قطاعات اخرى ويقولوا وكانه لا راهو مش صناعات غذائيه بركه يعني كل القطاعات بالنسبه لبرنامج يوكيف تو بعد شويه باش تكون معنا الخبيره عن برنامج يوكيف معناتها في برنامجكم تو نسالوها بالضبط معناتها التفاصيل على كل على القطاعات الى اخره شنو ربحنا من هذا الكل كتونس يعني اوكي مؤسسه تونسيه بتبيع باش تصدر باش تدخل عمله صعبه باش واد ولكن هذه مهمه تبقى في بعض تقبوا معناتها مستثمرين اجانب فماش على الصعيد هذايا معناتها فماش ربح مباشر يعني الربح المباشر هو يمس زوز محركات للنمو الاقتصادي اللي هو التصدير والاستثمار بطبيعه الحال اليوكيف شفنا انه يركز خاصه على مشاريع البنيه التحتيه وتعرف انه تونس مقدمه ولا قادمه على تطوير البنيه التحتيه نتاعنا ويلزمنا نستثمر في مشاريع كبرى لانه اهم عنصر جاذبيه الاستثمار هو البنيه التحتيه من اهم العناصر واحنا الحقيقه ما استثمرناش في السنوات الاخيره في مجال البنيه التحتيه ومجال اللوجستيك وخط التمويل هذا هو موجه خاصه لمشاريع البنيه التحتيه للطاقات المتجدده تعرفوا التركيز خاصه في ضوء الازمه الصحيه المتعلقه بالكوفيد 19 يتم التركيز على الاقتصاد الاخضر فياخذ جانب المهم معناها من الاستثمارات هذه فالشركات التونسيه سواء اللي ترغب للتصدير للسوق البريطانيه عندها فرصه للولوج للسوق هذه عبر المساعده خط التمويل هذا وكذلك الاستثمارات البريطانيه بالنسبه لنا احنا بطبيعه الحال الهدف الاول هو استقطاب استثمارات من السوق البريطانيه والتمويل خط التمويل هذا بيشجع شركات بريطانيه للتواجد لانه يعني هو في اطار برنامج كامل موجه لافريقيا نعرفوا انه بريطانيا استثمرت في السنوات الأخيرة العشر الأخيرة 3 مليار جنيه استرليني مبلغ مهم في لكن تقريبا 10 مرات المبلغ هذا في سنوات 19 و20 فيبين وهذا ذكرت أنه بريطانيا تهتم أكثر الآن متجهة نحو السوق الأفريقية وإحنا في سنة 2020 شاركنا في يوكي أفريكا بزنس سامت اللي هو تظاهرة موجهة لتطوير الاستثمارات البريطانية في أفريقيا وتم رصد كذلك مبالغ مهمة وتم تحديد عدد المشاريع تمتعت عديد البلدان الآن من مصر زامبيا عديد البلدان الأخرى ممكن معناها سبقتنا في المجال هذا وتونس الحقيقة مدعوة خاصة القطاع الخاص الشركات الخاصة لاستغلال الفرصة هذه والتمرق على سوق مهمة كما السوق البريطانية واضح هذا بالنسبة لاهتمامنا بالبرنامج هذا وبعد شوية باش ناخذ عليه أكثر تفاصيل حاب نختم فرصة وجودك هنايا سباس تغني أنت تعرف ملم بالأسواق الكل عندنا تمثيليات تاع الفيبا في الخارج تكلمت قبل كلمة في البداية على السوق البريطانية وخاصة في ظل التطورات الإقليمية الأخرى دونك عندنا دوز أوبورتينيتي فما غولونس قوية باش تصير في بريطانيا هذا اللي الحكومة قاعدة تسوق له هذا اللي قاعدين يتكلموا عليه السياسيين البريطانيين هذه واحدة ثانيا فرصة البريكسيت اليوم وباش تبدل معناتها واقع العلاقات البريطانية مع جل الدول ومنهم تونس معناتها نشوفوا حتى في زيت الزيتون عملوا كوتا خاص في تونس معناتها مهمة جدا إلى آخره فاليوم كيفاش الفيبا باش تدعم هذا الكل كيما نحكيو على اليوكيف شنو قاعد تعمل الفيبا كيفاش تنجم تدعم هذا الكل وتدعم ليه معناتها خاطر غدوة واحد باش يتاجر مع بريطانيا باش يعرف أكثر بتونس وعلاقات اللي اليوم بارتنير تجاري غدوة بارتنير مستثمر ممكن هنا يجي يعمل مصنع إلى آخره يعني اليوم هذه الفرصة باريكوجي معناتها بالنسبة لكم اللي تنجموا تغتنموها كيفاش باش تقربوا أكثر وتقويوا العلاقة معناتها بين السوق البريطانية كسوق مستثمرة في بلادنا معناتها نعتبرها سوق غير تقليدية واعدة تعرف هذاك علاش مركزين عليها قبل حتى البريكسيت لكن في ما كانش ثم اهتمام كبير الحقيقة من الجانبين لأنه احنا ما عندناش استراتيجية موجهة للسوق البريطانية وثم عديد العوائق سجل تقلها معناها في المداخلة نتاعو لكن مع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لاحظنا الحقيقة توجه اهتمام كبير نحو افريقيا وحتى بالسوق التونسية وهذا من خلال اطلاق عديد البرامج الدعم من الجانب البريطاني وكذلك معنا اطلاق عديد الزيارات تبادل الزيارات بطبيعة الحال تم تعطلت شوية بالنسبة لفترة الكوفيد لكن الان نطمح انه معناها يتم
مساق معناها اسرع بالنسبه لنا احنا بطبيعه الحال مركزين واستغلينا معنا الفرصه هذه انه تم اهتمام من الجانب البريطاني بتونس لحث مزيد الشركات البريطانيه للاستثمار في تونس وهذا عبر برامج خصوصيه اطلقناها خاصه عبر معناها مكاتب مختصه لاستهداف شركات بريطانيه في القطاعات الواحده وانا ذكرت الجانب منها خاصه القطاعات ذات المحتوى التكنولوجي لانه فيها فرص خاصه لليد العامله المختصه وكذلك التقاط الكوادر التونسيه وكذلك اطلقنا برنامج موجه للكفاءات التونسيه اللي موجوده ونعرف انه ثم كفاءات حقيقه ذات مستوى عالي متواجده في لندرا واللي هي مستعده باش تساهم في التطور هذا يدخل في اطار استراتيجيه كامله لاستهداف اسواق ذات معناها مستوى ارقى من ناحيه قيمه الاستثمارات وهذا احنا متوجهين معناها سواء للسوق البريطانيه او لامريكا الشماليه وركزنا في السنوات الاخيره ومواصلين بطبيعه الحال على سوق على كندا وعلى امريكا الشماليه وكذلك جنوب شرق اسيا خاصه اليابان والصين. هذا بالاضافه الى الاسواق التقليديه المانيا فرنسا ايطاليا اللي هي اهم مستثمرين في تونس اللي يلزم ندعم الاستثمارات لانه مازال ثم امكانيات هائله. ثم فرص معناها يمكنها البريكسيت اللي هو خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي، ثم فرص كذلك يوفرها توفرت في اطار التداعيات الازمه الصحيه هذه من خلال اعتزام عديد الشركات لتحويل جزء من انشطتها من جنوب شرق اسيا نحو اسواق متواجده بالقرب من السوق الاوروبيه، هذا شفناه وعديد الفرص واحنا عندنا اتصالات بمستثمرين محتملين بطبيعه الحال نقوم بمتابعتهم، فيجب استغلال كل الامكانيات المتاحه وهذا بطبيعه الحال ثم ارتباط الحقيقه عضوي ما بين التصدير وما بين الاستثمار او التجاره والاستثمار مرتبطين، اي مستثمر قبل ما يعتزم الاستثمار هو يقوم بعمليه تجاريه لاستكشاف الاسواق هذه وهذا لاحظناه خاصه المستثمرين اللي ما يعرفوش تونس كما البريطانيين او من جنوب شرق اسيا او من مناطق اخرى اللي هم ما عندهمش معناها فكره على الامكانيات الموجوده في تونس. شكرا لك السيد عباس خامي رئيس مدير عام في بعض لحضورك معنا اليوم الصباح في برنامج اكسبريسوني مباشر من لايكو بمناسبه التعريف باليوم